أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن يكثر فيه الروابط وأهل السفاهة وأهل الجهل ومرضى الشهرة، ولا حيلة لهم ولا طريقة لهم للوصول إلى الشهرة الزائفة إلا بالطعن في سنة رسول الله أو النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يجرؤون على سف حاكم ولا نقد سلطان، إنهم لا يجرؤون على النيل من عرض شخص في الدنيا، يهابون ويخافون، لكنهم لمرض قلوبهم وضعف إيمانهم تجرعوا لينكروا سنة رسول الله ويطعنوا في سيرة ونساء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان يجلس على أريكته ثم يقول: دونكم هذا كتاب الله تعالى، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما غيره فدعوه واتركوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي بهذا عن هؤلاء الحمقى، عن هؤلاء السفهاء. والعجيب أنك تجد لهم قنوات إعلامية وفضائيات ورجال أعمال يدعمونهم ودول تساندهم وتساعدهم، وكأن الدين عندنا سلعة رخيصة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أيها الأحبة، هناك أمور سكت القرآن عنها وتحدثت عنها السنة. فمثلا جاء في تحريم الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، وإلى آخر الآيات. ولم يتحدث القرآن عن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وجاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.